درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر وجد نبيل من قناة دروس ببلاش، فابقوا معنا. أعزائي وحبايبي طلاب وطالبات سنة تانية إعدادي، مكملين مع بعض الوحدة الخامسة والفيديو رقم 4، يونت 5 lessons 3 and 4 helping you helping me. طبعا ده الجزء رقم 2 من الدرسين الثالث والرابع. النهارده ان شاء الله عندنا جمل وضمائر الوصل او الاسم الموصول، عندي هو او ذات، which or that and where. في اول تعليق اسفل الفيديو هتلاقي رابط هتضغط عليه هيوصلك لقائمة تشغيل او بلاي ليست فيها كل الفيديوهات الخاصة بتاني اعدادي، وعددهم لغاية دلوقتي 34 فيديو. كمان قبل نهاية الفيديو ب20 ثانية بالظبط هتظهر لك شاشة النهاية او اند سكرين، هرشح لك 3 فيديوهات مهمين جدا ممكن تشوفهم بعد نهاية هذا الفيديو مباشرة. النهاردة عندنا relative clauses or pronouns، جمل وضمائر الوصل. طبعا ضمائر الوصل او الاسم الموصول في اللغة العربية، انت شاطر اكيد في اللغة العربية، خدت الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي، طبعا دي اسماء ايه؟ الاسم الموصول. وفي جملة بتيجي بعد الاسم الموصول اسمه ايه؟ اسمها جملة او صلة الموصول. عندنا formation التكوين، بنقول جملة الوصل يا مستر وجدي اللي هي ايه؟ الجملة اللي بتبدأ باحدى الضمائر. طبعا عندنا هناخد هو او ذات اللي هو الذي او التي او الذين، طبعا ده هناخد لها جزئية شرح ليها جزئية معينة. وطبعا عندي which او ذات هتبقى ليها برضو شرح معين، وبعد كده برضو هناخد where. طبعا مش كلهم كده، لكن احنا عندنا when، عندنا whose، وطبعا ضمائر وصل مختلفة، ولكن في تاني اعدادي انت عليك الجزئية دي. النهاردة عندنا جمل وصل زي ما احنا بنقول عندي، بتستخدمها ايه؟ امتى نستخدمها؟ علشان نوضح ما نتحدث عنه سواء كان شخص او شيء او مكان. طبعا الشخص بيبقى هو او ذات، وطبعا الشيء هو which او ذات، او المكان يبقى where. طيب نبدأ مع بعض. عندي هو او ذات، عندي هو او ذات يعني الذي او التي او الذين. بنستخدم الضمائر دي بمعنى الذي او التي خلاص مع الاشخاص العاقل، خلي بالك، وعند العاقل دي حط تحتها 100 خط. عندي اصلا دول بيبقوا جملتين وبوصلهم زي حلقه وصل كده بتبقى جمله واحده. يعني عندي الجمله هنا الاولى بيقول لي مستر زكي از ذا تيشر هو او ذات هيلبت مي ذا موست وين اي ستارتد ات ذيس سكول. طب الجملة الطويلة دي كانوا جملتين منفصلتين، كانوا ايه يا مستر وجدي؟ كان مستر زكي از ا تيتشر وبعد كده فول ستوب وبعد كده هي هيلبت مي ذا موست وين اي ستارتد ات ذيس سكول. بعد ما حطينا الفول ستوب خلي بالك هنا اهو، وبعد كده قلنا هي هيلبت مي، حبينا نعمل وصل للجملتين عشان تبقى جملة واحدة، ربطناها كده بالسلسلة، اعتبر ان في سلسلة كده بتوصلها بحلقة كده في النص، الحلقة اللي هي هو او ذات للعاقل. يبقى مستر زكي is the teacher who or that helped me the most when I started this at this school. طبعا خلاص ده مكتوب بالعربي، بقى يأتي بعدها فعل عندما تحل محل الفعل العاقل، ويأتي بعدها جملة عندما تحل محل مفعول عاقل. خلي بالك الجملة دي بنسميها جملة صلة الموصول في اللغة العربية. طيب دي سهلة جدا اللي هو أو ذات للعاقل. خلي بالك عندي which أو ذات، خلي بالك ذات مشتركة في الاتنين. عندي which أو ذات نفس الكلام، ولكن الذي أو التي مع غير العاقل. خلي بالك احنا قلنا هنا للعاقل، هنا غير العاقل، قد يكون غير العاقل الجماد والحيوان. وبرضه نفس الكلام ياتي بعد فعل، ياتي بعدها فعل عندما تحل محل الفعل غير العاقل، احنا قلنا طبعا هنا العاقل، وياتي بعدها جمله عندما تحل محل المفعول غير العاقل اللي احنا بنسميها صله الموصول. عندي الجمله هنا the present that or which I bought for my grandmother is in my bag، الهديه اللي التي يعني اشتريتها ل
My grandmother لتيتا أو جدتي is in my bag في حقيبتي. يبقى كده هو للعاقل، هو أو ذات للعاقل، which أو ذات لغير العاقل. نيجي بعد كده الوير، خلي بالك وير عليها كلام كتير وأقاويل كثيرة هنشوفها مع بعض. عندي وير مبدئيا يعني حيث، بنستخدمها لربط الجملتين بتبقى جملة واحدة، لحيث للمكان. أول ما تشوف كلمة place كده تعرف إنها وير. خلي بالك ممكن تبقى الجملة ما فيهاش بليس عادي، الجملة ما فيش بيرسون عشان اختار هو. طيب عندنا نستخدم ضمير وسط وير بمعنى حيث مع الأماكن، يسبقها مكان، خلي بالك يسبقها مكان ويأتي بعدها جملة، الجملة اللي هي فاعل، فعل وباقي الكلام. عندي Alexandria is the city where both my big sisters are stay، يعني اسكندرية دي هي المدينة حيث يقيم أو حيث تقيمان أختي شقيقتي الكبرى، طبعا الإخوات البنات الكبار are staying. يبقى عندي Alexandria the city، أو طبعا city اللي هي place يعني where، وبعد كده الفاعل ثم باقي الكلام. بس خلي بالك في كلام كتير على وير، ازاي بقى بنستخدم وير مع المكان ولا ياتي بعدها حرف جر. خلي بالك هنلاحظ الاتي، عندي جمله اتنين تلاته، جمله اتنين تلاته، خلي بالك ده في كتاب المعاصر صفحه 272. عندي وير هنا الجمله الاولى I don't want to leave the house where I was born، انا مش عاوز اسيب البيت حيث المكان الذي ولدت فيه. يبقى وير ياتي بعدها فاعل ثم فعل اللي هي بمعنى اصح هنا جمله، يبقى I don't want to leave the house where I was born. ممكن يبقى دي وير، ممكن نحط ان اللي هو حرف جر خلي بالك وبعدها which، يعني وير بتساوي ان which، نفس الجملة خلي بالك I don't want to leave the house in which I was born. خلي بالك ما تقولش which فقط، لا لو حبيت تستخدم which يبقى لازم يسبقها حرف جر ايه ان، يبقى I don't want to leave the house in which I was born، in which بتساوي where. خلي بالك لو انا حبيت احط حرف جر في اخر الجملة مستخدما which برضو نفس الكلام، يبقى which وترحل حرف الجر الى اخر الجملة. ممكن I don't want to leave the house which I was born، الكلام هيبقى غلط لغاية دلوقتي، ولكن ترحل حرف الجر in لاخر الجملة. يبقى where بتساوي in which بتساوي which ولكن يأتي بعدها حرف جر في نهاية نفس الجملة. خلي بالك عندي which تستخدم which فقط وليس where عند وصف المكان. عندي هنا this is the villa which we bought last month، هي دي الفيلا اللي احنا اشتريناها last month الشهر الايه الشهر الماضي. خلي بالك ما تقولش where we bought، ما تقولش وير لان دي جملة وصفية. عندي طالما جملة وصفية بستخدم which ويبقى فيها جملة او اتنين بنفس ايه النظام. طيب ما تيجي يا مستر وجدي نحل تدريبات كتيرة النهاردة على الدرسين الثالث والرابع الجزء الثاني. عندي exercise on language، عندي choose the correct answer from A, B, C or D. Number one I saw Ahmed in the park space we often play football. طبعا خلي بالك طالما بارك دي بليس عندي وات ويتش وير هو، طبعا طالما هنا بارك دي از ا بليس يبقى نختار ايه وير وياتي بعدها جمله اللي هي صله الايه الموصول. بعد كده عندي نمبر 2 يو ليفت ذا باج سبيس يو بوت ات ذا ويكند ات ماي هاوس، يعني انت تركت الشنطه اللي يو بوت ات ذا ويكند ات ماي هاوس. طبعا انت هتيجي في بالك ويتش على طول، ما فيش مشكله، بس ويتش مش موجوده يبقى البديل لويتش تبقى ايه ذات. خلي بالك هنا ما يجيبلكش ويتش لان ويتش وذات يؤديان نفس المعنى، عشان كده لما بتلاقي لو ويتش او ذات زي هو او ذات يبقى لو هي الاجابه الصحيحه يجيب ذات فقط او ويتش فقط. بعد كده عندي نمبر 3 مستر صبري از ذا تيشر سبيس توت ماي سيستر ويتش وين هو اور وير. خلي بالك طالما ذا تيشر يبقى ده بيرسون عاقل يبقى نختار هو، دي جمله سهله. بعد كده نمبر 4 خلي بالك معايا من الجمله دي زي الجمله الوصفيه اللي احنا قلنا عليها ذيس از ذا ميوزيوم سبيس ذا سكول فيزيتد لاست يير. خلي بالك نفس الملحوظه اللي قلنا عليها ان احنا بنستخدم ويتش فقط وليس وير عند وصف المكان. عندي ذيس از ذا هاوس طبعا وين لا،
عندي ويتش اللي هستخدمها، عندي وين ما خد مش هناخدها السنه دي، عندي وير حيث المكان. يبقى ويتش دي جمله وصفيه زي ما احنا قلنا نفس الجمله او زي الجمله This is the villa which we bought last month، هي نفس الفكره This is the house which the school visited last year. بعد كده عندي نمبر 5 the person، طالما the person يبقى سهل يا مستر. Is sitting next to me is called طارق، يبقى الشخص اللي او الذي يجلس بجانبي يدعى طارق. طبعا هنا the person is the person who. بعد كده عندي نمبر 6 this is the school، خلي بالك حيث المكان الذي اتعلم فيه، يبقى this is the school where which who when. طبعا دي this is the school where we learn، حيث للمكان. بعد كده عندي number 7 she wanted to buy a scarf space would match her blue dress، يعني كانت عايزة تشتري الكوفية او الشارب ده اللي بيبقى ماشي او يتماشى او يناسب كده ايه مع الفستان الازرق. خلي بالك which عندي where عندي who عندي when، طبعا دي هنا which، خلي بالك which او that that ما تلاقيش هنا برضو. بعد كده نمبر 8 the students، طالما فيها the students يعني دي عاقل خلي بالك. space did their best were not the ones who played all the time، يعني الطلبة اللي او الذين، طبعا انا استخدم هو did اللي يعني بذلوا مجهودهم او اقصى جهودهم، ما كانوش نفس الطلبة اللي هم لعبوا ايه طوال الوقت. بعد كده نمبر 9 she prefers to watch movies space make her happy، يعني هي بتفضل انها بتشاهد الافلام movies or films التي او الذي التي اللي هي اللي تعود على الافلام يعني. طبعا عندي هو عندي وير عندي وين عندي ويتش، طبعا هنا لازم استخدم ايه ويتش لغير العاقل. بعد كده نمبر 10 مستر ايمن اذا تيشر سبيس هيلبس مي الوت، طالما مستر ايمن وعنا ذا تيشر يبقى ذا بيرسون، يبقى دي سهله قوي. عندي وير وين ذات هو هوز، طبعا انا نفسي استخدم هو على طول ولكن هو مش موجوده، يبقى البديل اللي هو يبقى ايه ذات. بعد كده نمبر 11 اي فيزيتد ذا تمبل، انا زرت المتحف there are many statues، طبعا هنا انا زرت المعبد حيث يوجد، حيث للمكان هناك كثير من التماثيل. عندي want عندي that عندي where هي الاجابه الصحيحه، طبعا هو للعاقل ما تنفعش. نكمل مع بعض جزئيه تانية complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. عندنا هنا number 1 My Aunt Dahlia is a person space which is always very kind to me. خلي بالك طالما هنا which يبقى إجابة سهلة جدا، طالما شفت هنا a person يبقى الإجابة إيه هو. بعد كده عندي number 2 I work for a charity space where looks after animals. خلي بالك طالما a charity هنا دي حاجة أو اسم غير عاقل، يبقى مش هينفع استخدم where أو حتى، يبقى استخدم إيه which. بعد كده عندي number 3 this is the place space which I met John yesterday. خلي بالك طالما place كده يبقى محلولة قوي، طالما place or places يبقى بستخدم where. بعد كده number 4 it was the match sorry it was the watch space this my father gave me for my birthday. دي الساعة اللي اعطاها لي والدي في عيد ميلادي، طبعا هنا طالما هنا watch غير عاقل هتبقى هنا ايه that. بعد كده number 5 is this the car space who you bought، طالما هنا car شيء غير عاقل يبقى هنستخدم منها ايه which. بعد كده number 6 بنها is the town space I was born in، خلي بالك طالما هنا مكان يبقى يعتبر place، هنا استخدم ايه وير، خلي بالك انا هستخدم وير وهنا مفيش حرف الجر ايه ان، لو هنا حرف الجر ان يبقى هتستخدم ويتش. خلي بالك وركز لي قوي في الجمله رقم ايه رقم 8 عشان ما تغلطش فيها. بعد كده نمبر 7 that is the teacher space which teaches us English، طالما هنا the teacher برضه يبقى مفرد عاقل يبقى هنا ايه هو. بعد كده الجملة الأخيرة رقم 8 ياسر likes the house space
who he was born in. خلي بالك احنا شرحنا من شويه هنا قلنا لما كنا بنقول which سوري وير بتساوي ان ويتش بتساوي ويتش وحرف الجر لو جاء في اخر الجمله اللي هي كنا اثناء شرح في اول فيديو. يبقى ياسر لايك ذا هاوس هنا يبقى ايه؟ يبقى ويتش هي واز بورن ان. خلي بالك مش هنستخدم وير، هنستخدم وير في الحاله اللي زي رقم 6 لما ما يكونش في حرف جر في الاخر، لكن وجود حرف جر ان هنا يخلينا نستخدم ويتش. يبقى وير بتساوي in which او بتساوي which وحرف الجر في اخر الجملة. بعد كده نيجي مستر وجدي لجزء جميل general exercise on lessons 3 and 4. listen and choose the correct answer from A, B, C or D. خلي بالك ده في اخر السنة بيكون السؤال الاول، بتستمع للمعلم او المعلمة نص كده حوالي 30 كلمة من 25 الى 30 كلمة بيبقى وعليه اربع اسئله اختيار متعدد، بناء على الجزء اللي انت سمعته بتحدد الاجابات. يعني المطلوب منك اربع اجابات فقط، تكتب نمبر 1 اخذنا اجابه كذا، نمبر 2، نمبر 3 اند نمبر 4. انا هقرا لك الجزئيه دي طبعا الليسننج، اقولها لك مره واثنين وبعد كده ايه احنا نحل على طول. مستر عثمان از اور نيبر، he helped me pass my English exams. He was teaching at a preparatory school. He used his old school books to help me. Again, Mr. Uthman is our neighbor. He helped me pass my English exams. He was teaching at a preparatory school. He used his old school books to help me. طيب طبعا انت قريت او سمعت الجزئيه مرتين خلاص تبقى سهله جدا. عندي مستر عثمان از اور نيبر تيشر فارمر انجينير، طبعا هنا ايه عندي نيبر. بعد كده عندي نمبر 2، مستر عثمان هيلب مي باس ماي سبيس اكزامز جيوغرافي هيستوري ماث انجلش، طبعا هنا على حسب الجزء اللي انت سمعته يبقى انجلش. بعد كده مستر عثمان was teaching at a secondary school, nursery school, nursery, primary school, preparatory school. طبعا هنا جاب ايه هي دي. بعد كده عندي number 4. The books he used to help me were his old. الكتب اللي كان بيستخدمها عشان يساعدني كانت ايه؟ old adventures, school books, stories or plays. طبعا هنا ايه school books. طبعا ده بناء على الجزء اللي سمعت ليه، وده السؤال ده بيكون عليه اربع درجات. نيجي للسؤال الجميل بقى اللي هو ايه؟ complete the following dialogue، بيكون محادثه عباره عن 10 تبادلات. خلي بالك 10 exchanges، عندنا we have 5 gaps، خمس فراغات. يبقى عندنا 10 exchanges 10 تبادلات خمس فراغات. خلي بالك الفراغات دي بيبقى ثلاثه منهم اجابات اللي هي زي نمبر 1 نمبر 2 نمبر 5، واثنين منهم يكون على هيئه اسئله. نصيحتي ليك كل مرة بقولها في كل فيديو انك تقرأ المحادثة كاملة بدون حل. طبعا انت تاخدها برقين كده، ممكن تاخد فيها ربع ساعة، وبعد كده عشان تعرف مين بيكلم مين بيتكلموا فين الظروف المحادثة دي ايه. طبعا انا اكتب لك برضو النمبر 1 نمبر 2 نمبر 5 بلون ازرق، وبعد كده الاسئلة هتكون باللون الاحمر. عندي هنا الجملة الاولى تعطى كاملة، خلي بالك هنا طبعا ده العنوان او التايتل بتاع اللي هو الكونفرسيشن اور دايالوج. تامر asks طارق about his work at the charity. طارق بيسأل تامر بيسأل طارق عن عمله في الجمعية الخيرية هنا. طبعا تعطى الجملة الأولى كاملة، خلي بالك الجملة الأولى تعطى كاملة، يعني مفيش سبيس مفيش نقط هنا أول جملة، علشان مش أي حاجة تقابلها على الإنترنت يعني إيه تقعد تحلها كده، لازم يكون 10 تبادلات 10 تبادلات قدامك أهو وخمس فراغات والجملة الأولى تعطى كاملة. تامر بيقول where do you spend your weekend؟ انت بتقضي الويكند فين؟ فطارق هيقول له في مكان معين، يعني مثلا هنشوف ايه. طبعا هنا تامر هيساله سؤال سوري تامر هيسال سؤال what do you do at that charity. يبقى اكيد هنا كلمه تشاريتي هيكون ليها دور ان هو بيقضيها في يقضي الويكند بتاعه في التشاريتي. بعد كده تامر هيساله سؤال، بناء على هذا السؤال هنا طارق بيجاوب we give them money and things they need. احنا بنعطيهم المال والاشياء التي يحتاجونها. طبعا هنا تامر هيسال سؤال، طالما هنا قال لك يس تبقى الاطر الحمد لله تشطب على يس وتعمل عمليه المقص بتاعت زمان بقى، يبقى يس ايوه
هناك there are many disabled old people، أكيد هيقول له هل يوجد كثير من الناس المقعدين أو العجزة. طبعا هنا وكلمة many ممكن ما احطهاش في السؤال لما نيجي نكتبها يعني. بعد كده تامر يقول له can I join that charity with you، طبعا هيرحب أكيد بنفس اللي في الفكرة اللي هو إيه طالع. نحل مع بعض هنا where do you spend your weekend، طبعا هنا إجابة بسيطة جدا، هيقول له I work for a charity، أنا بعمل في إيه لدى جمعية إيه خيرية. وممكن يقول له I spend my weekend at a charity، برضو نفس القصة. What do you do at that charity، طبعا هنا هيقول له إيه، هيقول له I help all the people، I help all the people، بناس اللي بساعد الناس اللي هي كبار السن. خلي بالك هنا وجه المساعدة هيكون ايه، طبعا هو بيقول له we give them money and things that they need. وجه المساعدة هنا ممكن نقولها بطريقتين، what do you do for them، ماذا تفعل من اجلهم، او how do you help them، يعني برضو دي صح ودي صح. طبعا بيبقى في اكثر من اجابة، الديالوج ده خاصة بتبقى فيه اكثر من اجابة، انا بكتب لك اجابة او اتنين وبعد كده ممكن نقول الحاجات التانية شفوي. What do you do for them، ماذا تفعل من أجلهم، أو how do you do sorry how do you help them، كيف تساعدهم. بعد كده we give them money and things they need، بعد كده هيقول له ايه، طبعا السؤال هو yes there are، طبعا أكيد هيقول له are there، are there many disabled old people. خلي بالك أنا حاطط لك many بين قوسين على اعتبار إن أنا ممكن ما أقولش many عادي، يعني في السؤال ده ممكن ما أحطش many. Are there disabled old people؟ وتجاوب انت yes there are many disabled old people، يبقى many ممكن احطها في السؤال او لا، الاثنين صح. بعد كده تامر بيقول له can I join that charity with you، طبعا هيرحب بيقول له ايه yes of course او sure، طبعا ثلاثة ازرق واثنين ايه احمر. بعد كده number three choose the correct answer from A B C or D. Number one on the beach we always space up lots of plastic bottles. خلي بالك دي عندي do take make pick، طبعا خدناها اللي يرجع للفيديو اللي قبل ده مباشرة خدنا ايه، طبعا تبقى ايه pick up، تبقى هنا on the beach we always pick up lots of plastic bottles. بعد كده عندي number two space people usually do bad things to others. خلي بالك هنا bad things اشياء سيئة، هم مين foreign، فورين يعني أجنبي. خلي بالك عندي clever يعني مار، عندي cruel قاسٍ، عندي kind يعني إيه لطيف. طبعا هنا لازم تبقى إيه cruel، cruel people usually do bad things to to others. بعد كده نكمل هذه الجزئية number three we study hard to space our exams، طبعا إحنا بنذاكر بجد علشان تنجح في الامتحانات. get pass press leave، طبعا هنا إيه pass، pass our exams يعني ننجح في الامتحانات. طبعا get يحصل على او يصبح له اكثر معنى، بريس يعني يضغط، ليف يعني يترك. بعد كده نمبر 4 choose a space to play from the story characters، طبعا انت اختار، يقول لك اختار دور انك تلعبه في من شخصيات القصة يعني. رول رول باج واتش، طبعا واتش لا وباج، خلي بالك رول يعني دور، اما كلمة رول يعني ايه يحكم، او طبعا زي رولر مسطرة، اما دي كلمة رول ار او ال اي ودي رول، طبعا الاجابة الصحيحة هي رول تو بلاي اي رول. بعد كده نمبر 5 ا سبيس از سمون هو كانت يوز ا بارت اوف ذا بودي ان ذا واي موست بيبل كان، طبعا دي خدناها في جزئية الديفينيشنز، فولنتير ويتر كاستمر ديسيبلد، طبعا هنا ديسيبلد بيرسون اور ا ديسيبلد از سمون who can't use a part of the body in the way most people can. Number 6 which car do you space me to buy the black one. قال له يعني عايز يساله ايه انت انا عربيه ترشحها لي يعني توصي بها يعني. decide recommend try invite، طبعا هنا ايه recommend يعني يوصي به. بعد كده عندي number 7 they will go to the club space they practice swimming. خلي بالك عندي هو، خلي بالك هنا ذا كلاب ده مكان، يبقى هو وين وير ذات، طبعا ذات مش هناخدها، عندي وين لا ما خدناش اصلا، يا اما عندي وير اور هو، طبعا هو للعاقل يبقى هنا ايه وير، وير ذي براكتس سويمينج. بعد كده عندي اللي هو نمبر 8، نمبر 8 رقم 8 اي سو ا سبيس in the streets and helped him with some money. أنا شفت إيه في الشارع أو مين في الشارع وساعدته
ببعض المال يعني بيجر. خلي بالك دي بيجر ودي بيجر، قلت لك في النطق بي اي جي تتنطق بيج، بي اي جي تتنطق باج، بيج باج بيج باج. يبقى دي كده بيجر ودي باجر، بعد كده اللي هو شحاذ، وبعد كده ثيف يعني لص، فورينر يعني اجنبي، عندي بيجر يعني شحاذ. يبقى اي سو اي بيجر ان ذا ستريت اند هيلب هيم وذ سام ماني. بعد كده عندي نمبر 9، اي جيف ذا شوز space are too small for me to my cousin. يعني انا اعطيت الشوز اللي هي ضيقه يعني او صغيره جدا اكثر من لازم to my cousin. عند where which when or which where who when which، طبعا دي تبقى ايه تستخدمي which لغير الايه العقل. بعد كده نمبر 10، نانسي ذا بيرسون سبيس از سيتنج نيكست تو مي. خلي بالك طالما قال لك بيرسون، خلي بالك بيرسون اور بيرسونز اور بيبل يبقى هو على طول، بليسز يبقى وير، ثينجز يعني ايه ويتش اور ذات. طبعا نانسي ذا بيرسون هو از سيتنج نيكست تو مي. بعد كده السؤال الرابع، كومبليت ذا سنتنس وذ ذا كوريكت فورم اوف ذا وورد اور ووردز ان براكتس. نمبر 1، This is the boys room. خلي بالك boys room اللي أوضة الأولاد اللي هي منها from space where you hear the noise، اللي منها خلي بالك دي جملة وصفية، يبقى بدل where طبيعي هتكون إيه which. بعد كده عندي number 2، That is the hotel space I stayed last week. خلي بالك طالما هنا which وعندك hotel ده مكان، يبقى that is the hotel where I stayed last week. بعد كده عندي number 3، those are the boys. طالما هنا boys يعتبر persons يعتبر عاقل، يبقى عندي when broke the window، طبعا مش هتنفع when خالص، هيبقى تبقى ايه who. بعد كده عندي number 4، math is a subject space who I find difficult. طالما هنا math is a subject، subject غير عاقل، يبقى طبيعي هنا هتكون ايه which او that، which او ايه او that. بعد كده عندي write a paragraph of about 90 words on charity work you like most. خلي بالك انت لما تيجي charity work العمل التطوعي العمل الخيري you like most، انت لازم تبقى هتكتب العنوان يبقى charity work I like most. طبعا الاجابة دي موجودة في صفحة 360. طبعا مرارا وتكرارا كتبنا paragraphs كتير، كتبنا how to write an email and how to write a paragraph، واسيب لك في الثلاث الفيديوهات اللي ممكن تشوفهم اللي مرشحين اللي قدامك في الفيديو اللي تشوفهم قدامك دول، how to write a paragraph and how to write an email. يتبقى لنا فيديو اللي هو شرح الدرسين الخامس والسادس. Thank you.